جاتكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله اليوم بشرحكم شيء جديد للفيفا انك شلون تسجل هدف من اول ما يبدا الجيم وبالاصح يعني الكره تكون عندك من السنتر تلعب الون واكس اللاعب اللي ورا يا اما الدفاع او اللاعب الوسط بعدين تشوف الميني ماب اللي تحت يعني الخريطه اللي تحت اول ما اللاعب يوصل مع لعيبه الدفاع اللي بالخصم اللي ضده تضغط التو ومثلث كرة توصل له وتكون انت منفرد مع الحارس فاللي عليك بس انك تضغط دويره وتجيب بس لازم يكون عندك لاعب وسط او مدافع يكون بساطة عنده جيده ولازم يكون عندك بعد مهاجم سريع او انه يعني سرعته زينه عشان يقدر ينفرد مع الحارس بكل اريحيه ويسجل هدف وان شاء الله اكون افدتكم بهاي الفيديو وانتظروا كل جديدي وانتظروني من الفيديوهات الجايه وان شاء الله اكون افدتكم هالفيديو انا بس سويته يعني عشان اشرح لكم ملتكم لا تشوفوا الفيديو الثاني معكم اخوكم محمد خالد او دكتور محمد ويلا ما ادري ايش صار